إن العلاج معشر الإخوة والأبناء إنما يكمن في مواجهة هذا الباطل وهذا السيل الجارف الذي أصبح يتهدد كيان الدعوة السنية من كل جانب، وأخطر الجوانب أخص هذه الجوانب الثلاثة، أخصها الكفر دائرة واسعة، والمبتدعة دائرة دونها، والذين يزعمون أنهم من أهل السنة ويوالون المبتدعة ويهطعون ويجرون مهطعين إلى الكفار، هؤلاء أشد على أهل الإسلام والسنة من الدائرتين جميعا. إن كشف هؤلاء لا يكون معشر الإخوان إلا بالتسلح بالعلم الشرعي الأصيل من نبعه الصافي من كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوان، المعركة خطيرة جدا والأمر جد خطير، ولا بد أن نضرب بهذا بين ظهران هؤلاء المبتدعة وهؤلاء المحرفين لدين الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لأهل السنة أن يسكتوا في هذا الوقت أو يضعفوا في هذا الوقت، فإن الجهاد باللسان حق على كل من يستطيعه، وهو والله أشد من الجهاد بالسنان، لأن الجهاد بالسنان إنما يحتاج إلى القوة الجسمية، وهذه سرعان ما يتعلمها الإنسان في شهر أو نحو ذلك وينطلق، لكن العلم يحتاج إلى عمر حتى تواجه أهل الباطل، فلا بد أن تتسلح لهم بذلك، ولا يجوز لأهل الحق أن يسكتوا عن هؤلاء المبطلين، بل يجب كشفهم وتعريتهم للناس بكل ما نستطيع حتى ينكشف أمرهم ويظهر حالهم، لا سيما وأنتم الآن في عصر الإعلام، عصر هذه الثورة الإعلامية الجارفة من فضائيات كل يوم تغرق الناس بالباطل. وأنا أعلم أن بعض هؤلاء المبتدعة كما بلغني بعض الإخوان في هذا الأسبوع أنهم أنزلوا كلاما لي في هذا الشأن، وأقول وبرده على كبدي، وأرجو الله أن يجعله خالصا لوجهه في نصرة الدين والإسلام والسنة، ولست أخشى من ذلك أحدا ولا أواري في ذلك، وأقول إن شاء الله تبارك وتعالى بقول من مضى من أئمة السنة والأثر، لست مباليا في هذا بأحد، قل إن الباطل يجب رده على قائله كائنا من كان. فيجب علينا معشر الإخوة والأبناء أن نتسلح بالعلم لكشف باطل هؤلاء، فإنهم ما يكشفهم للناس إلا من عرف ما هم عليه من الباطل وعرف حكمه في شريعة الإسلام. فاعلموا حال هؤلاء واعملوا بكل جد في مواصلة التعلم والحرص عليه في الرد، لتصلوا إلى درجة الدفاع عن هذا الدين والرد كما قلت على أعدائه الداخليين قبل الخارجيين. وليعلم أن أول ما يجب أن يعتنى به في هذا الباب كتاب الله تبارك وتعالى، فيتعلم ويحفظ ويتقن ويقرأ تفسيره حتى تعلم معاني هذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد من مجاهدة أعداء الله ورسوله بهذا القرآن العظيم الذي حوى كل خير. ثم بعد ذلك نتطلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الآجري وغيره من أهل العلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه مبينا لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا القرآن العظيم أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، حتى لحق ما لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بين لنا كل شيء، كما قال أبو ذر: ما ترك طائرا يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علمه.